في البدء احنا ننطق شيء بسيط عن الجايد لاينز الخاص بالورشه هذا اليوم. المحاور راح نتحدث بها هي محاور التاليه، انه كيف استخدم هاو تو يوز او جي اس سيستم اللي هو نظام الاوبن جورنال سيستم، كيف استخدامه. احنا منطين انترودكشن بسيطه بس اليوم راح نوضح مره ثانيه. النقطه الاخرى How to follow up with the editor board، كيف تتعامل مع النظام ومع الرئيس المحور الخاص بالمؤتمر. النقطة الثالثة كيف ترسل استفساراتك. صراحة احنا الباحثين كلهم أعزاء وكلهم زملاء وحقهم انه في الاستفسارات حول حالة البحث الخاص بهم، ولكن نتمنى انه هذه الاستفسارات ان تكون عن طريق النظام، كون النظام يحتفظ بهذه الاستفسارات ويمكننا احنا كمحررين وكقائمين على المؤتمر كلجنة علمية انه نتبع تفاصيل البحث الخاص بي. هذه طبعا الاستفسارات ترد عبر النظام تكون اجابتها من قبلنا اسرع من الاستفسارات اللي تردنا عبر الواتساب او التليجرام. نتمنى الباحثين بعد محاضرة اليوم ان تكون استفساراتهم حول حالة البحث الخاص بهم أو أي استفسار آخر يكون عبر النظام، وراح نشوفكم إن شاء الله الطريقة كيف يتم ذلك. النقطة الأخيرة اللي هي السكشن الأخير اللي يكون مع راح يكون مع أخي دكتور بلال، اللي هو هاو تو ريسبوند تو ريفيورز كومنت، إنه كيف إنه بعد أن تأتيك بعد أن يرسل إليك التعديلات من قبل قرار اللجنة العلمية، كيف تستجيب مع هذه التعديلات وكيف تنضد الإجابة الخاصة فيك. صراحة شفنا جملة من الملاحظات واللي نتمنى أنه الباحثين يتجنبون استخدامها، واللي حتى تطلع إجابته وتكون إجابته بالصورة الأمثل. النظام صراحة بعد أن تسجل في النظام، النظام راح يتيح لك الواجهة التالية تظهر أمامك، والواجهة تتألف ببساطة من البروفايل الخاص بالباحث. ممكن إنه البروفايل الخاص بالباحث هو يعمل تغيير للباسورد، تغيير للأفليشن مالته اللي خاص بجهة العمل الانتساب الخاصة بالباحث، تغيير الايميل الخاص، التواصل وياه كذلك عن طريق التلفون. هاي كل هالمعلومات راح تلقوها بالعلامه اللي تكون اعلى اليمين دائما اللي هي البروفايل. موضوع الاكونت هو موضوع بسيط جدا. الواجهه الاساسيه للنظام بعد انه تصمت البحث، طبعا كيف تنضم، كيف وصلت لهذه المرحله، اكيد هو عن طريق الويب سايت. تدخل على الويب سايت، عن طريق الويب سايت راح توصل لصفحة اللوج ان، وبعد اللوج ان انه بعد ان دخلت الباسورد واليوزر نيم الخاص بالباحث اللي وصلك عن طريق الايميل، اللي وصلك عن طريق ايميلنا الرسمي، راح تستخدم هذه المعلومات حتى تعمل اللوج ان. فالواجهة امامكم حاليا هو باحث عمل اللوج ان، دخل بالنظام والنظام امامه حاليا يشوف الورقة البحثية الخاصة به. في الحاله اللي حاله واصلينها احنا، لان التفاصيل البيسكس اللي كيف دخلنا على الرابط وكيف اللوج ان والتسجيل، هذه شرحناها بالمحاضره الاولى وموجود التسجيل الخاص بها. فحاليا اغلب الباحثين واصلين مرحله متقدمه معانا، واصلين اكثر من هذه المرحله اللي هي مرحله السبمشن. اول مرحله في النظام يدخلها البحث هي مرحله السبمشن. مرحله السبمشن باحث خلال الاكونت الخاص بيك، الخاص في الباحث، الاكونت راح ان شاء الله يشوف البحث امامه، اسم البحث كذلك الاي دي الخاص بالبحث، وهذا يكون الاسم الاخير عاده اللاست نيم للباحث. كيف الباحث يتبع حاله الورقه البحثيه مالته؟ بالضغط على الفيو. من نضغط على الفيو راح نتحول على واجهه السبمشن. بعد ضغطنا على الفيو راح نتحول على واجهه السبمشن الخاصه بالباحث. شو نقصد بواجهه السبمشن؟ في النظام هنالك اربع ستيجات يمشي بها البحث في نظام الاو جي اس، نظام او جي اس اللي هو نظام مجلات، نظام مؤتمرات الدولي.
أربع مراحل يمر بها البحث. المرحلة الأولى سبمشن، اللي هي المرحلة الأولى. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الريفيو بروسيس، تكون مع مقيمين خبراء في المجال، يتم تقييم البحث الخاص بك. بعدها مرحلة كوبي إيديتنج، بعد أن يتم قبول البحث يتحول البحث إلى مرحلة الكوبي إيديتنج. خلال هذه المرحلة يصير عملية فينيشنج النهائي، الشكل النهائي للبحث قبل أن يتحول للبرودكشن. شنو الشكل النهائي نقصد به؟ أنه البحث يتبع التمبلت الخاص بالمؤتمر، فراح تجيك ملاحظات من توصل للهاي ستيج أيضا. مرحلة السبمشن هي المرحلة الأولى، فمن تشيك البحث الخاص بك أثناء تشيك البحث تظهر مرحلة السبمشن، راح تلاحظ الاختيارات اللي أمامك اللي إحنا راح نوضحها حتى توضح الأمور أمامك. مرحلة السبمشن طبعا الملفات اللي رفعتها في عندنا تسليمك البحث راح تظهر بها الصورة هذه الملف. طبعا احنا هنا هسه راح ننوه على امور. الملف المفروض يكون اسم الباحث الاول والاي دي الخاص بالبحث. هنا بالسبمشن فايل طبعا احنا نطلب ملفين، ملفين وورد. الملف الاول يكون without author names، بدون اسماء الباحثين، معناها الورقه البحثيه موجوده ولكن تمسح الاسماء الباحثين. والنسخه الثانيه هي النسخه اللي هي with author names، هذه تكون مع وجود اسماء الباحث. شنو الغرض من عندها هذه؟ صراحه الغرض من عندها انه احنا عمليه التقييم اللي تصير عندنا اسمها double blind process. double blind process انه المقيم ما يعرف هويه الباحث والباحث ما يعرف هويه المقيم، فقط الاديتر المسؤول عن عمليه اداره الامور هو اللي يعرف هويه الباحث وهويه المقيم. فهذه الطريقه المتبعيها هي سياسه المؤتمر، فما نفصح بهويه الباحث ولا هويه المقيم والعمليه تكون سريه. الملفات مثل ما وضحنا هي ملفات السبمشن في المرحلة تكون هنا. بهالمرحلة هذه أنت أمامك ملفات السبمشن، راح تبقى تنتظر بما يقارب إلى أسبوع إلى أسبوعين، مرات ثلاثة تأخذ العملية. بهالمرحلة اللجنة العلمية راح تقوم بعملية فحص الملف من الاستلال، تقليل الاستلال وفحص الملف ورفع تقرير الاستلال بهذا المكان بالضبط. الاستلال المقبول في البحوث العالمية في المجلات والمؤتمرات هو أقل من 20%. فالنظام أيضا اللي نتبعه إحنا وتبعه إلى نظام اللي هو يتبع نفسه الناشر اللي داعم المؤتمر اللي هو الـ AIP أقل من 20%. فالباحث بعد أن يكون الأبلود راح نعمل له أبلود الملف مال تقرير الاستلال، وبالتالي يقدر يطلع هو على تقرير الاستلال ويقدر يطلع على نقاط الضعف اللي كانت عنده تشابه فيها. السكشن الأخير اللي هو discussion add discussion، هذه في هذه مرحلة السبمشن الباحث يحتاج بعض الأحيان يتواصل مع الإديتور، يحتاج يتواصل مع الكونفرنس، فيكون عن طريق اد دسكشن. فاد دسكشن هذه الايكون اللي هنا ممكن انه الباحث يضيف مناقشه، يبدا حوار مع رئيس المحور او الاديتر الرئيسي تشيف اديتر بالمؤتمر، يبدا مناقشه اد دسكشن. بعد ان يبدا المناقشه راح يتمكن انه هو يضيف توبك، وهذه التوبك تكون ضمن سؤال محدد. ايضا ضمن هذا الزون بالضبط هذه بعد ان يتم الباحث يعدل نسبه الاستلال ويقلل نسبه الاستلال، ما يرجع يرفعها كسبمشن جديد، وانما يرجع يرفعها بالاد دسكشن. اد دسكشن تنطيك خاصيه انه الملف ترفعه كابلود فايل، وبالتالي ممكن نكتب ريفايز فيرجن بعد ان تم تقليل الاستلال من خلال هذه الاوبشن. فما زلنا كله في مرحله اولى، المرحله في السبمشن اللي هي ملفاتك الموجوده امامك هاي الملفات، وكذلك اذا تحب تخاطب الاديتور بورد او المقيمين او الرئيس المحور اللي يشرف على عمليه التقييم، يكون من خلال الاد دسكشن.
الدسكشن ممكن مو شرط ترفع ملفات، ممكن فقط انه السؤال يكون هنا ماكو مشكله، حتى تفتح لك نافذه حواريه تدخل بها المعلومات المطلوبه، انه شنو التوبيك، شنو بالضبط المطلوب من عندك. بعد ان يتم ارسالها راح تظهر ملاحظه للرئيس المحور السكشن اديتور اللي هو مسؤول عن الابحاث بالتخصص المعين، يظهر له انه الباحث ارسل استفسار عبر النظام وراح يجيبه لاحقا. كذلك انه من يقلل الباحث نسبه الاستدلال يرفع الملف خلال هذه الاد ديسكشن حتى يخضع العمليه بالجارزم تشيكينج اجين. بعد ان تنتهي هذه البروسيس الاستدلال كان اقل من 20% واللجنه العلميه مقتنعه بالفايندنجز بالريزلت الموجوده بالبحث، بهالمرحله يتوجه البحث للستيج الاخر اللي هو الستيج الاخر اللي هو الريفيو. بالواجهه اللي خاصه بالريفيو مثل ما تلاحظون حاليا يظهر عندك اذا كنت في مرحله الريفيو راح يتفعل الستيج الاخر، اذا ما كنت في مرحله الريفيو هذا الاوبشن ما راح يتفعل، لان الاديتور او اداره المؤتمر ما فعل الاوبشن الخاص بالبيبر الخاص بي. نتمنى من الباحثين انه يقرون الرسائل الموجوده في النظام. يعني فور اكزامبل هسه الريفيجنز هاف بين سبميتد، فالستيتس مالتك اللي خاصه بالبحث او حاله المقيمين راح تظهر كلها امامك وتقدر تتبع الامور. بهذا المثال اللي امام حضراتكم النوتيفيكيشن انه الريفيو بروسيس المرحله الاولى راوند 1 كومبليتد، والاديتور ديسيشن يعني قرار قرار الاديتور تم اخذه بهذا البحث وارساله، فممكن ان تطلع على القرار من خلال النقره على هذه الرابط وتشوف اللي الملاحظات اللي جايه على البحث الخاص بك. طبعا ايضا يظهر لك التاريخ اللي صار في الديسيشن، وبالتالي تطلع على ملاحظات المقيمين وملاحظات اللجنه العلميه. هذا بما يخص الريفيو بروسيس بهالمكان هذا الملفات. اذا كانت ضمن الريفيو اكو ملفات هي اتاتشمنت، يعني بعض المقيمين يعطي ملاحظاته يثبتها على الورقه البحثيه، وبالتالي وهنالك ريفيو اتاتشمنت راح تلاحظ مجموعه من الملفات ايضا تجيك مع القرار. بعد ان يكمل الباحث الملاحظات ويستجيب الى تقييم المقيم ملاحظات المقيم، الخطوه القادمه اللي نأملها من الباحث انه هو يجي يرفع النسخه الجديده الخاصه بالبحث. طبعا تيبس وكيفيه الاجابه وشنو الافضل وشنو الفيرجنز المطلوبه راح يتحدث ان شاء الله بها زميلي بعد قليل. احنا نتمنى من كل باحث يرسل ثلاث امور في حاله التعديلات. اول ما يرسل النسخه اللي هي بعد التعديل، النسخه اللي هي الفيرجن الجديد الوورد دوكيومنت. النسخه الثانيه نسخه نسميها هايلايتد فيرجن، يعني البحث مالتك وتسوي لنا عمليه تعمل هايلايت للمكانات اللي صار فيها تعديل، مكان صار فيه تعديل، فصارت نسخه البحث الاصليه زائدا نسخه هايلايتد فيرجن، المكانات اللي عدلت فيها، اضفت كلام او حذفت كلام، تحدد باللون الاصفر. والدوكيومنت الثالث المهم اللي هو الريسبونس للاوثر، العفو للريفيورز، انه كيف انت استجابتك، فاما تكون عن طريق ملف سؤال الريفيور شنو كان واجابه الباحث كيف كانت له. طبعا هذا ما اريد الموضوع نخوض اكثر به، ان شاء الله راح يكون بالسكشن الاخر من هاي المحاضره. فثلاث ملفات ضروره الرفع بالنظام. كيف ارفع هاي الملفات الثلاثه اللي تطلبوها من عندنا؟ الموضوع بسيط، تروح على سكشن اسمه الريفيجنز اللي هي اعاده الارسال بعد التعديل. هذا السكشن يتيح لك انه تسوي تعمل ابلود فايل من خلال هذه الايقونه ابلود فايل. بعدها تكمل ملفاتك بالحاسبه خزنتها بملف يمك، تعمل ابلود فايل، بالابلود فايل تعمل رفع ثلاثه نسخ ثلاث ملفات اللي هي للريفيجنز. قلنا اول واحده نسميها
ريفايز فيرجن، ريفايز يعني معناها تم تعديلها، والهايلايتد فيرجن معناها عليها الوان محدده، والنسخه الاخيره هي راح تكون الريسبونس ريفيورز اللي هي راح تكون واضحه. طبعا السبب الرئيسي حاليا في تاخير معظم عمليات التقييم عندنا في مؤتمرنا وفي بقيه المؤتمرات، انه هو استجابه الباحث ما تكون بالصوره الصحيحه لملاحظات المقيم. يعني كيف ما تصير بالصوره الصحيحه؟ يعني المقيم يطلب تعديلات، المقيم يتمنى انه هو يشوف التعديلات مالته يعرف مكانها وين صارت بالضبط. فضروري الباحث انه من يسلم التعديلات الخاصه به انه ينوه مكان التعديل صار بالفلان المكان. بعض الاحيان الباحث ما يتفق مع المقيم او هو عنده وجهه نظر، طبعا وجهه نظر محترمه، الباحث احتمال هو طالب والمشرف ايضا وياه، فيقترحون انه هذه النقطه ما يتفقون فيها مع المقيم. ممكن تدافع عن الفيدباك مالتك، نبقي السؤال الخاص بالمقيم وبعدها يكون الانسر مالتك، الستيتمنت مالتك شنو بالضبط، كيف انت تنقض النقطه اللي يطرحها عليك المقيم. فهاي ممكن تصير عن طريق ايضا الملف اللي هو قلنا اجابات الباحث للمقيم، يعني يكون سؤال الباحث، سؤال المقيم، ملاحظته، وجوه اجابه الباحث، فتكون هي شيء لما تنتهي الملاحظات كلها. اذا انت بتتفق قول اوكي اي اجري وذ يو، modification has been made، خلاص الصفحه الفلانيه تشير الى الصفحه اللي تم فيها التعديل. هذه ما راح تعطل عمليه الريفيو بروسس. يعني احنا بهالمرحله راح تصير العمليه اقصر، والوقت اللي يستغرق الباحث لغايه اكماله راح يكون اقصر. النقطه الاخيره ايضا في هذه المرحله الباحث احتمال يحتاج ايضا يسال، يتواصل مع الاديتور، يتواصل مع رئيس المحور اللي خاص بالمؤتمر. فايضا موجود سكشن اسمه اد ديسكشن، هذا الاد ديسكشن ايضا يقدر الباحث يطرح سؤال استفسار عن طريق هذا السكشن، يقول اين وصل البحث مالتي، او كيف حاله البحث مالتي، او يجي يضيف اضافه معينه، او ينوه للجنه العلميه اضافه معينه، يكون عن طريق الاد ديسكشن. فالاد ديسكشن ايضا موضوع جدا مهم، يمكننا متابعه حاله الباحث ونعرف نقدر انه كيف نتعامل مع الباحث. هنا بس فقط مثال انه بعد ان ضغطنا الابلود فايل، يعني ما زلنا بقائمه الريفيو، بعد ان ضغطنا الابلود فايل هذه القائمه راح تظهر امامكم، امام حضراتكم، انه القائمه بعد ان تظهر كيف ترفع الملف اللي بعد صار تعديل عليه. مجرد الضغط على الابلود فايل راح تظهر لك القائمه التاليه، القائمه طبعا نختار من عندها، هنا راح يقول لك نوع الفايل، راح نقول له اذرز، بنختار بالقائمه المنسجله راح نقول له ادرس. فبهالحاله هذه راح نثبت الملف الاول، نثبت الملف الثاني والثالث. احنا قلنا بالريفيو بروسيس حتى ترجع تعدل تعديلاتك تحتاج لك ثلاث ملفات، هاي الملفات ثلاثه لازم يكون بالابلود فايل. اوكي، السكشن الاول بالمحاضره لحد هنا نقدر نقول ننهي. إذا أكو سؤال ممكن نفتح الباب الأسئلة قبل أن نروح على السكشن الآخر اللي هو خاص بعملية كيفية كتابة الفيدباك للباحث للمقيمين. فأخوان إذا أحد عنده سؤال